إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. أيها الإخوة المستمعون الأجلاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبقى الآن مع تفسير الآية 35 من سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه بما هو له أهل من الحمد وأثني عليه، وأستغفره من جميع الذنوب وأتوب إليه، وأؤمن به وأتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. في هذه الآية الكريمة وما بعدها يحكي الله سبحانه وتعالى لنا قصة مرحلة من مراحل الاستخلاف في الأرض التي مر بها أبو البشر صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤده بالتربية التي فيها الأمر والنهي وفيها المحنة والامتحان لتلقي واجبات هذا الاستخلاف. فكانت هذه التربية أن أسكنه الله سبحانه وتعالى جنته وأذاقه فيها النعيم وأباح له الاستمتاع بما فيها، غير أنه حجر عليه شيئا واحدا وهو الأكل من شجرة معينة أو من جنس تلك الشجرة، ليبتليه الله سبحانه وتعالى بهذا النهي وليتبين للناس أنهم ضعفاء أمام مواجهة مكائد الشيطان ووساوسه، إلا أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى ويستمسكوا بعروته ويعودوا إليه في كل دقيقة وجليلة. وأراد الله سبحانه وتعالى أيضا أن يبتليه بالمحنة التي يتلقاها إثر أكله من هذه الشجرة، هي محنة الوحشة ومحنة الحرمان من هذا النعيم الذي كان يعيش فيه. ذلك لأن الخلافة في الأرض تستوجب جهدا وصبرا، كما تستوجب كذلك يقظة وحزما. فكان في كل ما مر به أبو البشر عليه السلام تربية نفسية له ولذريته. وقد يقول قائل: إن آدم عليه السلام فشل في هذا الامتحان لأنه استسلم لما أراده الشيطان أن يستسلم له، واستطاع الشيطان أن يؤثر عليه وأن يخرجه عن أمر الله تعالى ونهي. والجواب عن ذلك بأن النجاح في هذا الامتحان واضح،
فإن رجوع آدم إلى ربه وتوبه إلى رشده وإدراكه خطيئته وانقلابه عن الحالة التي كان عليها عندما ارتكب الخطيئة إلى حالة التوب والإذعان والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى هو المطلوب. فآدم أخطأ وكل بنيه خطاؤون وخير الخطائين التوابون. فالذي يصر على المعصية ويكابر فيها ويستمسك بها ويستسلم لأمر الشيطان هو الذي يخرج عن هذا المنهاج، المنهاج الذي سلكه آدم حيث بادر بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإقلاع والإذعان بأنه أخطأ وبأنه ظلم نفسه. أما الإصرار واتباع الشيطان واتباع هوى النفس فهو من مسلك الشيطان نفسه الذي أصر على عناده وأبى أن يتوب إلى الرشد وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وجه هذا الأمر إلى آدم مسلوبا بالنداء، لأن في هذا النداء تكريما لآدم عليه السلام وإيناسا له وإشعارا بمنزلته في الملأ الأعلى. وإذ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، والكلام هنا معطوف على ما تقدم، قيل هو معطوف على جملة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم على تقدير إذ محذوفة، وقيل هو معطوف على قلنا في قوله وإذ قلنا، فيكون في ذلك تذكير لهذه النعمة. وبعض العلماء انتقد ذلك نظرا إلى أن زمن القولين غير متحد، وأجيب عن ذلك بأن إذ مظروفها واسع لأنها أريد بها وقت طويل لا تلك الفترة التي قال الله تعالى فيها للملائكة اسجدوا لآدم، بل تلك الفترة وما بعدها بحيث يدخل في مظروفها القولان. القول الأول الذي وجهه الله تعالى للملائكة، والقول الثاني الذي وجهه سبحانه وتعالى لآدم. وبناء على هذا ففي ذلك أيضا تذكير للبشر بنعمة كبرى من الله سبحانه وتعالى بها عليهم بامتنانه بها على سلفهم وهو آدم عليه السلام، حيث أسكنه دار كرامته وبوأه فيها وأباح له التنعم بصنوف النعم التي فيها. والسكون وقوله السكن هو من السكنة بمعنى الاستقرار في المكان لا بمعنى السكون الذي هو ضد الحركة، لأن ذلك ينافيه قوله تعالى وكلا منها حيث شئتما رغدا، فإن الأكل من حيث شاء يقتضي حركتهما في أرجاء تلك الجنة التي بوأهما الله سبحانه وتعالى فيها. وذهب القرطبي إلى أن نفس الأمر بالسكنى دليل على عدم استقرارهما فيها، وعلى أن هذه مرحلة يمران بها ثم ينتقلان بعد ذلك إلى غيرها. ذلك لأن الإسكان ليس تمليكا، فلو قال قائل لأحد أسكن هذه الدار
فإن ذلك ليس تمليكا منه للمأمور بالسكنى فيها. وبناء على ذلك استخرج القرطبي من هذا الأمر تأييد قول من قال بأن السكنى والعمرة والرقبة كل منها ينتهي إلى أمد معين ولا يكون مستمرا. وفي هذا الاستخراج نظر، وفيما قاله خلاف، والمسألة مبسوطة في كتب الفقه. وضمير الفصل وهو قوله أنت إنما جيء به لأجل التهيئة للعطف على الضمير المستكن في السكن، عطف الاسم البارز عليه، فإنه لا يصح عطف الاسم البارز على الضمير المستتر إلا بعد المجيء بضمير الفصل البارز لأجل التمهيد لذلك. وفي ذلك أيضا ما يقتضي التأكيد، تأكيد الضمير المستتر فيما تقدم، أي في قوله تعالى اسكن. والزوج واحدة الأزواج، وواحد الأزواج، فكلمة زوج تطلق على الذكر والأنثى وليست مختصة بالذكر فقط. ولذلك يقول الله تعالى في هذه الآية اسكن أنت وزوجك، ولم يقل وزوجتك. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، ولم يقل أمسك عليك زوجتك. وهذا هو الشائع، وهي اللغة الفصيحة عند العرب. وإنما ورد لفظ زوجة بالتاء في قول الفرزدق وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيدها، وحمله بعض الناس على اللحن، وحمله آخرون على الشذوذ والندور. وعلى أي حال فإن القرآن هو أبلغ الكلام، فلذلك لا يأتي إلا باللغة الفصحى الشائعة عند العرب. وفرق الفقهاء بين الزوج والزوجة في كتب الفقه في الأحكام وفي المواريث، لأجل ما في هذا التفريق من القرينة على المقصود هل هو الذكر أو الأنثى. وهو كما قيل وجه حسن لئلا يقع لبس. والجنة مأخوذة من الجن بمعنى الستر، وأطلقت كلمة الجنة على الأرض التي فيها الشجر الملتف الساتر لها. ومنهم من قال بأن الجنة هي بمعنى نفس الشجر الملتف، لأنه يجن ما كان داخله أن يستر ما كان داخله. واستعملت كلمة الجنة في عرف الوحي الشريف النازل على النبيين في دار السعداء التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين. واختلف هنا في هذه الجنة، هل هي دار السعادة أو هي جنة أخرى من الجنان؟ فأكثر أصحابنا يقولون بأنها هي دار السعادة، وهذا القول هو الذي درج عليه المتقدمون من الأشعرية. بل قال القرطبي نقلا عن بعض المشايخ إنه حكى
إجماع أهل السنة على ذلك. وهناك قول آخر يقابل هذا القول وهو قول المعتزلة، وذهب إليه بعض علمائنا كالأئمة أبي المؤثر وأبي سهل الفارسي وابن أبي نبهان، وذهب إليه جماعة من المحققين من غيرهم، وهي أن هذه الجنة هي جنة في الأرض أنشأها الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام ليتبوأها قبل تحمل أمانة تكاليف الخلافة في الأرض. وهذا القول والذي ذهب إليه الإمام أبو الحسن الماتريدي، ونقل أيضا عن الإمام أبي حنيفة، وقال به بعض العلماء الآخرين، وتوقف جماعة من العلماء عن ترجيح أحد الرأيين، وممن توقف المفسران أبو السعود والألوسي في تفسيريهما لتعارض الأدلة في ذلك. أما الذين قالوا بأنها الجنة التي أعدها الله تعالى للمتقين، فقد استدلوا بكثير من الأدلة، منها أن الله عز وجل أطلق عليها اسم الجنة بالتعريف، واسم الجنة المعرف لا يطلق في القرآن ولا في الحديث إلا على الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدها الله للمتقين. ومن أدلتهم أيضا أن الله سبحانه وتعالى أمر آدم وحواء بالهبوط منها إلى الأرض، فلو كانت هذه الجنة في الأرض لما أمرهما بالهبوط منها. ومن هذه الأدلة أيضا ما روي عن نبي الله موسى عليه السلام أنه عاتب آدم عليه السلام بسبب إخراج ذريته من الجنة. وهناك العديد من الأدلة التي استند إليها هؤلاء. أما الذين قالوا بالقول الآخر فقد أجابوا عن هذه الأدلة، ومما أجابوا به أن الله سبحانه وتعالى ثم الجنة التي ابتلى أهلها الجنة بالتعريف، حيث قال إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، وهذه الجنة هي جنة أي حديقة كانت في الأرض فيها من طيبات الثمار ومن أحاسن الأشجار. وأجابوا أيضا عن الأمر بالهبوط منها أن الله عز وجل قال أيضا لبني إسرائيل اهبطوا مصر، وكانت مصر وكانوا هم في نفس هذه الأرض ولم يكونوا بعيدين منها. وأما ما روي عن موسى عليه السلام فقالوا إنه دليل آحادي لا تنهض به حجة. وعلى أي حال فإن الأدلة عند الطائفتين هي أدلة ظنية ليست أدلة قطعية، وللقائلين بأنها جنة في الأرض العديد من الأدلة، منها أن تلك الجنة التي أعد الله تعالى للمتقين
لا لغو فيها ولا تأثيم كما قال سبحانه. وأخبر الله تعالى عن أهلها أنهم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقال عنهم وما هم منها بمخرجين، وليست هي دار تكليف. وإبليس بعدما لعنه الله سبحانه وتعالى وطرده لم يكن ليتمكن من الإفضاء إليها حتى يفضي إلى آدم وحواء فيوسوس لهما. ومنها أن الله سبحانه وتعالى جعلها دار قدس، ووقوع المعصية فيها ينافي قدسيتها. وأجاب الآخرون عن هذه الأدلة بأجوبة، منها أن ما وصفها الله سبحانه وتعالى به من أنها لا لغو فيها ولا تأثيم، ولا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، وأن أهلها لا يخرجون منها، إنما كل ذلك بعد أن يدخلها الداخلون جزاء وتكريما. لا بسبب دخول، لا بعد الدخول دخول امتحان واختبار. واحتج أيضا بما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه دخلها ليلة الإسراء ثم خرج منها. فقالوا أيضا ليس ببعيد أن يكون الشيطان مكن من الدخول فيها لأجل الاختبار والابتلاء لا لأجل الجزاء والمثوبة. وقالوا إن كونها دار قدس لا ينافي وقوع المعصية فيها، فالله سبحانه وتعالى جعل أرض فلسطين أرضا مقدسة كما أخبر في كتابه، حيث أمر موسى ومن معه أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، ومع ذلك تقع المعاصي فيها. وعلى أي حال فإن الأدلة متعارضة فيها، لذلك أجلح إلى التوقف وعدم ترجيح أي رأي من الرأيين. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فالله قادر على أن يخلق آدم في الأرض ثم يرفعه إلى الجنة. وإن قال من قال بأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر رفع آدم مع أنه خلقه في الأرض إلى الجنة، ولو كان ذلك أمرا واقعا لذكره في كتابه. والإمام محمد عبده يجنح إلى هذا الرأي، وهو أنها جنة في الدنيا، وينسبه إلى محققي أهل السنة. وهذا الرأي هو الذي اعتمده تلميذه السيد محمد رشيد رضا. وعلى أي حال فإنه لا يقدح في عقيدة من قال لأحد الرأيين، ولو تحامل بعض العلماء على من قال بأنها جنة في الأرض، كما قال الإمام نور الدين السالمي رحمه الله في المشارق: إن القول بأنها جنة غير جنة الخلد تحكم لم يزد على وصف الذين قالوا بهذا الرأي أنهم متحكمين، أنهم متحكمون. الله سبحانه وتعالى أمر آدم بأن يسكن هو وزوجه الجنة، ولم يصدر الأمر لهما معا بالخطاب الموجه إليهما كأن يقول لهما أسكن الجنة، وإنما قال أسكن أنت وزوجك الجنة، للدلالة على أن المرأة تابعة للرجل. فسكون آدم في الجنة هو الأصل الأصيل، وسكون امرأته حواء كان تابعا لسكونه. وقد اختلف المفسرون وغيرهم في خلق حواء، هل كان قبل الإسكان في الجنة أو كان بعد إسكانه أو كان بعد إسكان آدم في الجنة. وروي
كل واحد من الرأيين عن جماعة من الصحابة، ولكن بروايات بأسانيد ضعيفة لا يعتمد عليها، وكلا الأمرين محتمل. فقد روي أن الله سبحانه وتعالى لما أسكنه الجنة كان فيها مستوحشا لأنه كان وحيدا لا يسكن فيها إلى أحد، ثم أرسل الله تعالى عليه النوم فنام، فأخرج ضلعا من أضلاعه، فخلق منه امرأته حواء ليسكن إليها، ولم ينتبه إلا وقد التأم لحمه وعاد كما كان. فلما أبصرها سألها عن نفسها وقالت إنها امرأة خلقها الله تعالى له ليسكن إليها. وروي أن الله عز وجل أرسل عليه النوم قبل الانتقال إلى الجنة، ثم خلق الله تعالى حواء من ضلعه أيضا وأدخلها معه إلى الجنة، فكان دخولهما معا. وروي أنهما حملا على سرير من الذهب من قبل جند من الملائكة، وكانت ثيابهما من النور. وهذه الروايات كلها واهية، فلا يمكن الاعتماد الجازم عليها. وأمر الله سبحانه وتعالى آدم وحواء أن يأكلا من جميع الأشجار التي في الجنة، أن يأكلا من جميع أطائفها ما عدا شجرة واحدة منعا منها، بقوله عز وجل ولا تقربا هذه الشجرة. والذي يلاحظ أن الله عز وجل عطف النهي عن قرب الشجرة في آية البقرة بالواو، بينما عطف هذا النهي في سورة الأعراف بالفاء، حيث قال ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما. وقد تحدث الفخر الرازي عن النكتة التي جعلت المناسبة هنا في آية البقرة أن يعطف النهي بالواو، المناسبة في آية الأعراف أن يعطف بالفاء. هذه النكتة هي أن الفعل المعطوف إن كان كالجزاء للمعطوف عليه بحيث يتوقف عليه فيكون المعطوف كالشرط والمعطوف عليه كالجزاء، ينبغي أن يكون العطف بالفاء، لأن الفاء هي التي تربط الجزاء بشرطه. واستدل لذلك بقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها رغدا. فالخطاب الموجه هنا إلى بني إسرائيل يقتضي أمرهم بدخول القرية، والدخول هو الذي يترتب عليه أكلهم منها، إذ لا يمكنهم أن يأكلوا منها رغدا إلا وهم داخلون فيها. أما إذا كان المعطوف ليس جزاء للمعطوف عليه فهنا ينبغي أن يكون العطف بالواو، كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف في ندائه لبني إسرائيل أيضا وإذ قيل لهم اسكنوا الأرض وكلوا منها رغدا. فإن السكون ليس هو شرطا لأن يأكلوا منها رغدا، إذ بإمكان الجائز على البستان
أن يأكل منه ولو كان مجتازا فقط، بخلاف الدخول. وبناء على ذلك قال إن الأمر في قوله سبحانه وتعالى اسكنوا يحتمل معنيين، يحتمل أن يكون بمعنى الدخول والانتقال إلى الجنة، ويحتمل أن يكون بمعنى الاستمرار في السكن بها. مستمعي الأعزاء، كان ذلك الجزء الأول من الآية 35 من سورة البقرة. سنتابع ما تبقى من تفسير هذه الآية الشريفة في حلقتنا القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.